ايوه حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. السلام عليكم وبدايه فيديو جديد ضرب نار. طبعا يا جدعان انتوا مش مشتركين في القناه زي دلوقتي حالا اندوا السبسكرايب للفيديو ده يا جدعان. اخيرا اشتريت سكوتر احلامي يا جدعان، بس بصراحه انا ما بعرفش اسوق قوي يعني، ومعايا بس معايا واحد صاحبي كده بيعرف يسوق، فايه هنتعلم واحده واحده. بس انا سوقت طلعت كده بس ما كنتش بصور، بس بصراحه مش قوي. هو بنزين وفرامل، يعني البنزين هنا والفرامل هنا اهي. هصور لكم بقى بيه يا جدعان فيديوهات كتير قوي يا جدعان، بس شوفوا لقطه ليه الاول. لا لا حمد ولا جاي جاي ولد دي تشين. طبعا يا جدعان حودة اللي سايق اهو، بس هنروح شارع 306 هنا عشان ايه اسوق بقى وكده، عشان هنا في عربيات ممكن اعمل حادثه. شاركوا في القناه بقى يا جدعان، عايزين نوصل 5000 مشترك. ورا حوض دلوقتي بقى جد عبدور محمد اخويا، وشوفوا له مين برضه اللي بيسوق احسن، بنزين وفرامل يال. لا انت ما تسمسكش ده، انت هطل يال. زقوا بنزين، سيبه عشان يتعال. ده بنزين وفرامل، البنزين اهو والفرامل. ايوه ايوه هكذا.
القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل الفيديو ده ل 1000 لايك. وابتدى اتعلمنا السواقه شويه انا واحمد اخويا، يعني مش قوي يعني. اكتبوا يا جدعان مين اللي بيسوق احسن وكده، مين اللي بيسوق احسن اكتبوا انت. شوف انا من الاول ما كنتش عارف اطلعه بس اتعلمت. عايز الكومنتات بقى كل سنه وانتم طيبين، عايز اوصل 5000 بقى يا جدعان. يلا بقى المفروض ان النهارده عيد ميلادنا، فالسكوتر ده بمناسبه عيد ميلادنا. كده دي نهايه الفيديو النهارده، نشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ايوه حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.